قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما معنى يعشو؟ فسرها الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري، يعني يعشو معناها يعرض عن الوحي وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. من يعش عن ذكر الرحمن وهو القرآن والسنة، وذكر الله أيضا بالثناء على الله والتسبيح والتهليل والتكبير، فمن أعرض عن هذا فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده. من يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا، هذه عقوبة، عقوبة له، فإن الله يسلط عليه الشيطان فهو له قرين، يعني ملازم له، الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه، عقوبة له. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل، يصدون هؤلاء عن سبيل الله عز وجل. وأعظم من ذلك يحسبون أنهم مهتدون، الإنسان إذا صار يحسب أنه على هدى وهو على ضلال هذه مصيبة. أما لو كان الإنسان على ضلال وهو يدري أنه على ضلال هذا حري أنه يرجع، لكن إذا كان على ضلال ويحسب أنه على هدى هذه مصيبة، هذا لا يرجع. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا صار يوم القيامة تبين، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني المشرق والمغرب، فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الوحي المنزل، هذا ذكر الرحمن سبحانه. نعم. مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه. من لم يصدق بالقرآن وقال أنها عند السحر أو أساطير الأولين أو أنه كذب أو أنه قول محمد وليس كلام الله أو أن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، فهذا لم يؤمن بالقرآن. وأيضا لا يكفي أنه يصدق أن القرآن كلام الله، بل لابد أن يعمل به ويتبعه حتى يكون من أهل القرآن ومن أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به. نعم، يصير قرينا له لا ينفك عنه. نعم. قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال الله جل وعلا، ما يدل على أن ذكر القرآن هو المنزل، قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فدل على أن الذكر هو ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ما أنزله على رسوله من الكتاب والسنة، هذا هو الذكر. نعم.